نستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. هو الاول والاخر والظاهر والباطن. هو الاول بالابتداء والاخر بالانتهاء. والأول الذي كان ولم يكن معه شيء، والأول الذي منه وحده جاء لخلق كل شيء، وما بك من نعمة فمن الله. وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، فلا شيء من أثر تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفقد المال والولد، كل شيء هالك من الدرجة، كل من عليها فان ويبقى وجهه منذ ابتلاء الفرق. وهو الآخر الذي إليه يرجع كل شيء. إنا إلى ربك رجع وأنا إلى ربك منتهى. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ألا إلى الله تصير الأمور. وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. سبحانه وسبحانه مستغنى على عرشه. نواصي العباد بيده ماض في الخلق والأمور. عدل فيهم قضاء لا مرد لكلماته ولا مغير لسانه. قبله ساحر وحكمه نافذ. ألا له الخلق والأمر تبارك الله تعالى. وهو الباطن الذي ليس دونه شيء فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء. يعلم خائنة الأعين من تخفي الصدور. يعلم السر وأخفى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله رسوله وصفيه من خلقه وخليله. من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا نذيرا فتح به أعين العمياء وآثار رسول مفروض مألوفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعابدين لسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم دارهم التسليم. أما بعد قال الله تحدثنا بالأمس عن كتاب ربي وحديثنا اليوم عن الوحي الثاني عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رب العباد ما أنزل عباده القرآن وحده بل أنزل مثله معه. جاء القرآن بوحي بشر كبير وجاء السنة بوحي مباشر من رب العالمين إلى سيدنا المرسلين حين اصطفى نبيه واختاره كما قال تعالى الله أعلم حيث يرجع رسالته كما قال تعالى الله يصطفي من ملائكة رسل الناس. ولم يكتف باصطفائه واختيار لأعرف علمي بل زكى كل صادر عنه وأمرنا باتباعه في كل ما صدر عنه. هذا ما تقدر. أولا زكى كلامه كله وزكى طريقه كله وزكى فعله وإقراره وأحواله كلها. كل واحد جاء في النص. وفي هذا يقول تعالى والنجم إذا هوى. والنجم إذا هوى هذا قسم. والقسم له معنى طريق وله ارتباط شديد بالمقسم عليه. ودائما كان القرآن اسماعيل بن قصر القران وفي مؤلفات قصر. لماذا اقسم بالنجم اذا هوى؟ وما ارتباطه بجواب القسم؟ ما ضل صاحبه وما ضل؟ العرب كانوا اذا ارادوا ان يسكتوا الانسان قالوا فلان بلغ اسرائيل بلغ الكواكب والنجوم فعندهم الكواكب اعلى ما يكتشف وفوق السحاب. ولذا يقول شعر وجدت الاخمص أطر السرير اعتبر دي قمة قمة النسل. فرب العباد علمهم درسا أن النجوم التي سبت هذه والتي عندهم هي غاية الرفعة هي عند الله تغني منها ما يغني. قال والنجم إذا هوى فكم من نجم يغني. ومع أن النجوم التي سبت من يغني إلا أن سيد الخلق ما هوى فعلوه بلا هوي. لذا قال ما ضل صاحبكم ما ضل صاحبكم
حتى بدل كل شيء عرضة للفتنة إلا سيد الخلق، استثناء عرضة نفس النجوم يحتساب في الضغطان، لكن سيد الخلق لا. إذا قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما خلق، ما ضل قط ولا هوى قط، فزكى حياته كلها من النص، ما ضل صاحبكم منهجه كلها من الألف تفصيل كتاب وسنة، ما ضل صاحبكم وما، ثم زكى كل كلمة قالها فقال وما ينطق عن الهوى. تخيل بالله عليك رسول الله بين الناس، بشر من البشر، يتكلم بما تكلم به الناس، منذ بعث إلى أن لقي ربه والكل ينظر إليه، أعداؤه ينتظرون له ذكر ولو في كلمة ولو في لفظ، كلمة واحدة، كل أقواله سجلها أعداؤه سجلها أحباؤه، كتبت وإلى الآن حفظت وصية موجودة اليوم هذا. كلمات الحديث والحديث مسجل موجود ليس خافيه، وفيها مؤلفات كثيره جمعتها السنه موجوده وقائمه وسنوضح تفاصيلها. هذه السنه على مدى 23 عام سجلها اعداؤه املا في ان يجدوا منفذا اليه، وسجلها احباؤه ومن امن به، مع ان هؤلاء متاخرين. النبي لما لقى في البلاد ما كان مع احد، يقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال والله لقد رايت رسول الله يدعو الى الله في مكه ليس معه من البشر احد، لا يعرف حق غيره ولا يعرف حق سواه، والكل يعاديه في هذا التوقيت، كان الكل يعاديه والكل ينتظر له ذكر. ومع ذلك كل من اقترب منه او سمع منه شهد له، شهد له في كل كلمة قالها، أحباؤه الذين آمنوا به وقنعوا به، حتى هذه القناعة ما كانت يعني مباشرة بل بعد تردد، استثنى أبو بكر الصديق. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا، ولا يقول ما دعوت أحدا تعود أحدا نكر في سياق الله في تعود كل أحد، قال ما دعوت أحدا إلا كانت من تردد ومراجع في نفسه يقبل ويقبل الكلام زي الحق ولا باطل، ما دعوت احدا الا كانت له كبره الا ابو بكر الصديق، فلم يستثن رسول الله من كل الصحابه الا ابو بكر، لان بينه وبين النبي صحبه طويله. ابو بكر الاخواني صاحب النبي في الجاهليه قبل البعث 20 عاما، بدات الصحبه ورسول الله في سن 20 وابو بكر في سن 10، وتصاحب وتخالل 20 عام قبل البعث، وبدأ النبي دعوته بعد يعني ذكر قصة جبريل للسيدة خديجة، أول من دعاه بعد زوجته كان أبو بكر، فهو أول من دعا الرجال وأول من أسلم وأول وآخر من لم يتردد. الكل ده إلا ما دعوت أحدا إلا كان كوكبا إلا أبو بكر. الشيخ الكل في هذا التوقيت كان عليه وانتظر يظل راقبوا كل تصرفاته وكل أقواله وكل أفعاله وكل أحواله، حتى من أسلم منه واقتنع في البداية عكف على أن يتعلم ما يقتدي به من أخلاقه ومن أقواله ومن أفعاله. ولذلك الصحابة ما تركوا حالا لم يكتبوا ولا يحفظوا، كل أقواله سجلوها سجلوها، وكل هذا منصوص عليه رب العباد العليم بكل ما قال وما يقول، قال وما ينطق عن الهوى. إذا ما في كلمة قالها إلا بلسان رباني دقيق، دقيق جدا جدا جدا، ما في زلة، ما في هوى، ما في كلمة يعني ضعيفة واحدة أبدا، سنوضح. فالذي زكى كلامه هو الذي خلقه ويعلم كلامه سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما قاله في سنته وما فعل وما أقر وحي منزل كالقرآن تماما تمام. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه، ما مثل السنة، ورب العباد نفسه حكم على كل ما صدر عنه
فسأله في القرآن الحكمة ليبين أن القرآن كما أحكم. قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فبين أحكام القرآن لفظ لفظ حرف حرف جملة جملة عبارة عبارة لفظ لفظ أسلوب أسلوب. بين تعالى أن كلام النبي مبلغ قمة الأحكام فسماه ربنا إليه. قال تعالى القادم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله أي القرآن والحكمة أي السنة بل جعلها منا على كل أمة. فقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته رسول أنفسهم يتلو عليهم آياته قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة فسماه الحكمة. وقال في ثالثة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال في رابعة هو الذي أرسل هو الذي بعث في المؤمنين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل في غيرهم. إذا سمع كل صدر عن الحكمة فكما أحكم القرآن أحكمت السنة. وما كما جاء لفظ القرآن قليلة الحروف كثيرة المعاني معانيها لا يحدث كما قال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده بعد سبع قطرة ما نفذت كلمة الله. يعني لو حولنا الأشجار الأرضية لأقلام وبحارها سبع بحار منها لبداية الحكمة يعني وأخذنا نقلب هذه الأقلام لهذا الحكمة معاني القرآن لنفذت أحبارنا وأقلامنا وما نفذت معاني كتاب ربنا. كلمات قليلة ومعانيها بالعبود. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا اي حبرا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اذا ندرك كما اعطي القران احكام عجيب جدا في الكلمات وجمع كبير جدا لمعاني كثيره جدا في كلمات قليله اوتي من ذلك. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اوتيت خمسا او اعطيت خمسا لم يعطهن النبي قبل منها قال أوتيت جمع كلمة أوتيت جوامع كلمة. الكلمات القليلة جمعت المعاني الرهيبة الكثيرة. أوتيت جوامع الكلم هذا تعبير لا تأتى إلا على كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فبهروبي. نحن مثلا أمام وحي منزل إذا الإحكام الجامع شديد جدا معنى آخر التفصيل التخليلي. رب العباد يقول عن كلامه وكل شيء فصلناه تفصيلا جاء كلام النبي مفصل لكل ما نحتاج اليه حتى قال صلى الله عليه وسلم في رسل الإثم ما تركت أمرا في صغير وكبير ما تركت أمرا أي أمر في أي شأن من شؤون حياتي يحتاج إلى الإبادة ما تركت أمرا يقربه من الجنة ويبعده عن النار إلا أمرته به وما تركت أمرا يبعده عن الجنة ويقربه من النار إلا ونهيته عنه. اللهم إني قد بلغت اللهم فشل. ندرك كلام خطير الجمع لكل ما يحتاج إلى الخير كما أن القرآن تحدث عن كل موضوعات الحياة وكل ما يحتاج إليه في الحياة الدنيا قليل أو كثير من شرائع من أدب من أحكام من قصص من تاريخ كل ما نحتاج إليه فصل وذكر. السنة كذلك جهل الناس بالسنة وغيابهم عن قراءتها حرام كذلك. رد السلف كما هو منا كل واحد منهم كما له ورد في القرآن له ورد يوم في السنة لا يترك قراءة الحديث كما يترك قراءة القرآن. نحن هجمنا عن السنة تماما أجيال الأشياء في غيب تام عن السنة إلا ورحم ربه وقليل منهم. ندرك هذا المعنى خطير جدا يا إخواني. جاءت السنة جامعة لكل هذه المعاني التي نحتاج إليها بل الأشياء. القرآن نفسه رب العباد على أن كل ما جاء في حق فيقول
حق مصر. يعني جمعنا فكر بالحق وجعلنا كل ما في حق. كذلك الكلام الذي كله حق. ما في كلمة باطل. ما في كلمة تمزح. ما في كلمة باطل. أبدا. يقول عبد الرحمن بن عاص رضي الله عنه: نهانا النبي في أول الإسلام أن نسدد السنة خشية اختلاط الأولاد. فلما استقر الأمر الآن وصار في صدور الأداء قلت يا رسول الله أأكتب عنك؟ ما كلمة قالها إلا حق. إلا حق. كما جاء القرآن بالحق جاءت السنة بالحق. كما جاء القرآن فصل كل كلمة في بابها جاءت السنة فصل في بابها. كل المعاني دي وأنا لوحي بوحي. جاهلنا بالسنة حرمنا من ذلك. بل ما هو أشهد القرآن نفسه. هناك أمور أجملت ما فصلتها إلى السنة. هناك أمور أبهمت ما بينتها إلى السنة. لما قلت تعالى أقيموا الصلاة كم فرض صلاة؟ أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة كم فرض صلاة؟ هذا النص واحد في القرآن يذكر الفرض الخمسة ولا نص. ولولا بان السنه ما عرفنا اوجب الجبال فصلاه الزكاه اهل الزكاه ما مقدارها لم يرد في القران نص. جاءت السنه تفصيلا زكاه الماء زكاه الركاز زكاه الزروع زكاه الثمار زكاه الابل زكاه البلد زكاه الجمال تفصيلا تفصيلا دقيقة جدا 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 لا سبيل لنا إليه إلا نص السنة. لم تكن لها ناس. إني ما أجمعه القرآن فصلت السنة ولذلك رب العباد دعانا لاتباع النبي في كل ما بين فأطلقها فقال: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فأقر الله نبيه على كل ما يبين وجعل كل ما أنا دين ووحي مأخوذ من الكتاب. بل بان وشد ان كل الاحوال مش الاقوال بس الاقوال افعال مدارها حول القران. ولذلك ابسط الناس لي واعرف المعقولين من عائشه تقول لما سئلت عن خلق رسول الله قالت كان خلق القران كان تطبيق عملي حي للقران. للقران كيف نسقط القران واقع لا سبيل الا سنته. هو اعرف الناس بالنص اعلم الناس بالنص اقدر الناس على تنفيذ النص. فصار فعله كله هو الواحد لا غير. ولذلك رب العباد بعد ان زكى كلامه زكى كل احواله افعاله واقراراته واحواله كلها فقال تعالى: وما انطق عن الهوى ان هو البعض كل ما صدر عنه ان هو الا وحي صلى الله عليه وسلم. بس انا صالح يدوها طب زيد النبي صلى الله عليه وسلم شكله كان نخدم الدرس ها زيد النبي صلى الله عليه وسلم كتب الدرس صح صح اللهم صل وسلم. هذا الكلام غالي وغالي جدا وعض عليه النواجس عض عليه النواجس عسى ان تسمعوه يا اخواني. احبس على قد ما نحن من واحد. لا أتكلم عن كلامي، عن كلام الله عن كلام رسوله. وأتيكم في كل بينة بنصها ودليله. حتى نقول لك بمعنى خطير. فكل ما صدر عنه وحي. إن هو إلا وحي يوحى. فزكى الله أقواله وأفعاله وأحكامه وكل شيء. بل جعل طاعته في كل ما أمر طاعة لله. وهل يعطيه لهذا الحق؟ إذا لم يكن أهل هذه المنزلة. قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع. فجعل طاعته مطلقة طاعة لله. كل شيء قال أو فعل أو أقر يطيعه فيه طاعة لله. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. بل صرح بالأمر الظاهر قال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيع الله وأطيع الرسول. فجعل طاعة النبي فريضة.
بل أقسم تعالى على أن من يتبع طاعته أو يرد حكمه أولا تعالى بأشد الوعيد فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر لرسول الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فجعل أشد الوعيد لمن خالف أمره، بل أقسم تعالى على أن من رد حكما له ليس بمؤمن نفعله بها. فقال تعالى: فلا وربك، يقسم تعالى بذات الآية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. من أي حكم تقول؟ أو أمر كرمت أو نهيك كذا عنه، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. الذي يجد في صدره حرج يشك في إيمانه، الذي لا يسلم للنبي تسليما يشك في إيمانه. بعد قسم الله هذا ماذا ننتظر؟ إذا حقق صلى الله عليه وسلم مؤمن، لو استمع أهل الأرض جميعا وأخذت أنك مؤمن ورب جميل أقسم أنك لست مؤمن، يبقى الحكم حكما حكم لا حكم العباد، لا قيمة لحكم العباد إذا كان رب العباد قد حكم. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك في شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. إذا نحن أمام وحي منزل كامل مع القرآن، جاء مفصل تفصيل كامل القرآن، مبين كامل لبين كل أحكام القرآن، موضح كامل لكل ما أنزل القرآن، لا غنى لقارئ القرآن عنه أبدا. ولذا عدد الله الأصل الثاني الذي عليه البشرية، لا دين إلا قال الله قال رسوله، لا دين، كل أصول الدين بنيت على هذه الأصل. هتقول الإجماع، الإجماع من عقد إلى نص الكتاب ونص السنة. القياس لا قياس إلا على نص الكتاب ونص السنة. لا اجتهاد إلا من خلال الكتاب والسنة، نص الكتاب ونص السنة. هو الأصل. هو الأصل. هو الأساس للدين كله. إذا قال السلف الدين قال الله قال رسوله. ليس معنى أن المسلم أن كل ما يصدر عن الإسلام هذا وهم. ما يصدر عني إلا لكن عندي فيه نص فأنا متبع لهواي لا كلام لكلام من خلقنا. كلام من خلق النص قال الله قال رسوله. تركت النص فأنت صاحب هوى. ما تفعله ليس بدين ولا لك بمصير. ليس معنى أنك مسلم يبقى مصر عنك إسلام. ولذا نميز بين الإسلام وبين المسلمين. الإسلام قال الله رسوله. فعل المسلمين المسلم وحده وصيه. ليس معنى ان المسلم يبقى انا اقف اعماله على انها حجه ودين. لا احد على الله حجه. لا احد. كل فقهائنا نص على هذا وحديث يقول نحن قوم من البشر نقول قبله اليوم وقد نرجع عنها نقول غيرها غدا. فاذا بلغتم كلاما عني وكلام عن رسول الله فعضوا على كلام رسول الله بالنواجس وردوا على قومي. وهذا الإمام مالك يقول كل قول يؤخذ منه رد إلا قول صاحب المقام صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال الإمام الشافعي وقال أحمد. كلهم أخذ هذه الحقيقة والخلاف. الأصل قال الله قال رسوله. اجتهاد أهل العلم اجتهاد في النص قد يصيب يخطئ. لكن الذي لا مجال للخطأ فيه نص الكتاب ونص السنة. قال الله قال رسوله. واضح معنى الخلاف. إذا ندرك القضية في منتهى الخطورة حياتنا تبنى على السنة. هل يتصور عاقل أن جاهلا بالسنة يقيم السنة؟ يستحيل. يستحيل. إذا كيف نحيا بالسنة ونحن نجهلها؟ لا قرأناها ولا تعلمناها من أين نعرف؟ الهوى يصيبها؟ مزاجك يصيبها؟ هذه كارثة. كارثة كبيرة جدا وأصابت كلمة كبيرة المسلمين. سلف عرفوا أن النص هو السبيل فحرص على كلمة حفظوا وتدارسوا. طب السنة ما تعلموها؟ الأجانب كلها اللي تدرس السنة أنت مكتوبة قطع
آلاف الأميال ليدخل الحديث يتعلمه ويتم في حياته، حتى أجر الله لمن جمعوا من هذا الحديث وبذلوا في سبيل الله الغالي والنفيس، فرغوا طاقاتهم وأوقاتهم وحياتهم كلها لجمع الحديث والروايه، وضعوا من القواعد الدقيقه جدا 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 ما يضمن لنا سلامة كل نص ياتي اسنادا ومتنا. علوم في الحديث فقط في نقله كم علم الحديث؟ مش علم بالنسبة علم الحديث سلامة، مش علم علوم اسمع علم الحديث، عندنا ست علوم، ست علوم علمان العلاقات بالرجال يسمى علم الرجال، علم تاريخ الرواه راوي راوي كل يوم يا رسول الله اتولدت انت؟ مت انت؟ عشت فين؟ قابلت مين؟ سمعت مين؟ ما سمعتش مين؟ علم كامل علم تاريخ الرواه، علم كامل اسمه علم الجرح والتعديل، علم يسمى علم الجرح، علم الجرح هذه الحاجه كلها ما اخلاقه خلالها منذ بلغ إلى أن لقي ربه، أخلاق أحمد إيه؟ حفظ دركته فيه، حافظ ولا كحيان ولا نساي ولا تعبان ولا خرف، وخرف من جدة تاريخ العدد حل في عدد وفي تكليف، ها؟ الجنون أن يأخذ عقله، العدد ينسى الدين، الخرف، العدد يخطئ ينسى أحيانا يذكر أحيانا بداية المرض، حتى كل واحد بدأ العتا معاه انت، لأن حديث المرض المرض له نقطة، حديث بعض المرض له حقائق، دقة عجيبة حياته كلها لو جرب عليه كذبة واحدة بعض الوقت، ولو على سبيل الدعاء الذي كان يعني يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم البخاري قطع عليه مسافه طويله جدا 3000 كيلو ولم يوصل اليه، فوجئ انه رجل جاب حجره ليوهب جبلا مات في حجره طعام لياتي من جبله، فلما دنا منه قد فتح حجره لم يجد فيه طعام قال كذب على بعيره فكيف يخالف حديثه؟ رفض الحديث عنه رجع تاني، دقه عجيبه عجيبه خلاف عندك 60%. متى روي الحديث تاريخه تبقيته ممكن تحط العلم كامل اسماعيل بن ناس بن مسعود الحديث الفاظه ودقه الفاظه في تعبيرها عن المراد منها، هل هي دلاله نص؟ دلاله ظاهر؟ دلاله اقتضاء؟ دلاله مفهوم؟ درجه الدلاله فيها الحديث نفسه ودقته جعلوا العلم كامل اسماعيل مختلف تماما الحديث او مش الحديث وده علم الحديث. علم غريب الحديث. النص الذي ياتي على غير ما اعتاد الناس مما سمعوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبيحتاج لدرجه تدقيق تدريب تختلف عقيده. دي سنه سمعوه في التعلم المادي. علم يجمع بين المادي والاستاذ، الواد والروايه